الشتاء الحقيقة يعني موجات من الصقيع كمان بنشهد نزول سلوك في بعض المحافظات مع بعض الاضطرابات في أحوال الطقس. فأسئلة كثيرة، هل إحنا ممكن نتوقع مزيد من الاضطرابات؟ هل ده ليه علاقة بالمتغيرات المناخية؟ عن هذا الموضوع معانا اتصال تليفوني بالدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة والتنمية. دكتور وفيق، أهلا بك معانا. اهلا وسهلا، وكل سنه ومصر طيبه بخير، وان شاء الله سنه 22 تبقى سنه بيئيه افضل على العالم اجمع ان شاء الله. دكتور وفيق، بدايه طبعا اسئله كثيره جدا بتدور عن يعني مشهد الثلوج اللي موجوده في بعض المحافظات، وهو مشهد نادر الحدوث الى حد كبير. يعني ايه السبب؟ يعني هل ده بسبب المتغيرات المناخيه؟ بالطبع طبعا، هو التغيرات المناخية، وهي من اسمها هي تغيرات، يعني حاجة مختلفة عن الروتين الطبيعي اللي كان بيحدث العالم في الفترات الزمنية من ملايين السنين. فالتغيرات المناخية دي بتتسبب في ان هي في بعض الاحيان بنشوف الثلوج، وفي بعض الاحيان extreme weather، يعني نلاقي الحر شديد الحرارة والبرد شديد البرودة. تطرف في الجو يعني. نعم، تطرف يعني. بالظبط كده. فده حدث طبعا احنا عارفين، وانا براجع الناس كلها علشان تتذكر انه من اول انتاج البترول في سنة 1859، والانسان طلع اللي في باطن الارض حطه في السماء، فبالتالي عمل تغير كبير جدا في الطبيعه للكره الارضيه. فده بالتالي اثر تاثير سلبي في كثير من النواحي اللي احنا بنشوفها. على الامطار يعني، هل كمان الامطار وتساقطها واماكن تساقطها ممكن يعني تتغير مع الوقت؟ ده اكيد، لانه في بلدان كنا بنشاهد فيها امطار غزيره وسقوط ثلوج ابتدت تقل هذا، وبتزيد في بلدان اخرى كمان، وده الاهم، لانه الامطار هتبقى محمله بالغازات الكربونيه والنيتروجينيه، فهتبقى ملوثه يعني، وتلوث الامطار بيأثر كمان في تلوث المحيطات والبحار، فبنلاقي ان الحامضية بتاعتها بتزيد، وده بيأثر على الكائنات البحرية. فيعني انا مش عايز ارجعكم، لانه في كوارث كتيرة حاصلة حاليا، لكن بنأمل انه السنة الجديدة ان شاء الله العالم هيتفق على بيئة انظف وتنمية مستدامة. طيب دكتور وفيق، طبعا في كلام كتير جدا عن تأثير المتغيرات المناخية في العالم، وازاي انها ممكن تؤدي الى غرق بعض المدن الساحلية في العالم بشكل عام، ومنها بعض المدن في مصر. فالبعض بيتساءل يعني زي مثلا منطقة الدلتا، ازاي بتتابع هذه التوقعات، وكلمة غرق هنا بتعني ايه؟ هو طبعا المقصود انه ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فدوا هيؤثر على زيادة منسوب سطح البحر. لما يزيد منسوب سطح البحر ولو نص متر يعني، فبالتالي جزر كثيرة ممكن تختفي من العالم. في مصر احنا بنشهد شواطئ الدلتا وكذلك البحر الأحمر ممكن ان هي بتزيد منسوب المياه فيها، لكن الدولة بتحاول بقدر الامكان ان هي، واحنا بنشهده يعني كبرلمان عالمي للبيئة، ان احنا بنشوف حماية الشواطئ، من محاولة الدولة لحماية الشواطئ، وده ظاهر لكل الناس. لكن يعني في اعتقادي ان هو برضو هنتأثر تأثر كبير. ليه؟ لانه مش بس ان انت بتحمي الشواطئ، لانه منسوب المية هيرتفع، منسوب المية الجوفية هيرتفع، وملوحتها هتزيد نتيجة لجور البحر عليها.
يعني هل نقدر نقول ان المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالفعل يعني على السواحل لحمايه الشواطئ قادره انها يعني تعمل حد من ارتفاع سطح البحر وحمايه الدلتا؟ الى حد ما، الى حد إلى حد ما، ما. لانه مش هنقدر ان احنا نقف قدام الطبيعه، ما هي الطبيعه اتغيرت، فبالتالي هيبقى صعب جدا للانسان انه يوقف تغير الطبيعه، لكن الى حد ما بنحاول نحمي الشواطئ. طيب هل بتعتبر مصر من أكثر الدول المتأثرة بالمتغيرات المناخية؟ هي مصر من الدول المتأثرة، لكن هي مش أكتر الدول، لأنه في دول الحقيقة يعني احنا الفقر فيها شديد جدا، فالتغيرات المناخية ممكن ان هي تأثر عليها تأثير كبير، وهجرة جماعية من مناطق لمناطق. كمان في أفريقيا الغابات ممكن ان هي تتأثر بتأثر كبير، ودون هيؤدي لانهيار المنظومة البيئية والحياة البرية، والبايو دايفيرسيتي ممكن تتغير. ده غير كمان الزراعة وبعض المحاصيل الزراعية اللي ممكن يحدث لها ضرر. ده أكيد، لأنه لما توقعات الأمطار بتختلف ونسبها بتختلف، فممكن المحاصيل الزراعية تتأثر، غير إن الدلتا لما يحصل تأثر نتيجة لارتفاع المياه الجوفية، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نغير في المحصولات المحاصيل، وفي نفس الوقت نتوسع في اماكن اخرى للزراعة، وده كله طبعا تكلفة عالية جدا. طبعا طبعا، بس اتوقع يعني هل نتوقع انه يكون في حلول في العام القادم؟ يعني مصر يعني هتقوم بتنظيم مؤتمر كوب 27 هذا العام المتغيرات المناخيه، هل العالم يملك رفاهيه الوقت؟ هل نتوقع انه يتم الوصول الى حلول يعني مرضيه للجميع؟ هو ده احنا بنأمله طبعا، وبنسعى ليه، والجهود حثيثة حاليا من البرلمان العالمي للبيئة والأمم المتحدة ان هي تدفع بكل الأطراف المتسببة بقدر كبير في هذه التغيرات المناخية، وهي الدول الصناعية الكبرى، مش بس علشان ان هي تتحول للأخضر، كمان عشان تساعد الدول النامية زي مصر في ان هي تكوب، ان هي تتأقلم مع التغيرات المناخية. والمساعدة دي احنا حددناها من سنة 2015 في 100 مليار دولار سنويا، لكن لغاية دلوقتي لسه ما جمعتش كل هذه الفلوس، فبنأمل ان في كوب 27 زي ما سيادتك اشرتي ان يحدث تغير في هذا الموضوع، وان شاء الله نلحظ نشهد تطورات جيدة ان شاء الله. دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة والتنمية، بشكرك شكرا جزيلا، فاصل ونرجع معاكم مرة تانية.